أخي العزيز، إنهم اتصلوا بالنسبة إلى أبي بكر وعمر عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الروايات في ذلك كثيرة، أنا أريكم فقط شيئا قليلا منها. هذا ما جاء في كتاب تفسير البرهان، وهو للسيد هاشم البحراني، الجزء الثامن، طبع سنة 1434، في مؤسسة دار المجتبى عليه السلام في قم، في تفسير سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. روى الكليني رضوان الله عليه أن الإمام الباقر عليه السلام، إن عمر لقي عليا عليه السلام فقال: أنت الذي تقرأ هذه الآية بأيكم المفتون وتعرض بي وبصاحبي؟ فسأل أمير المؤمنين عليه السلام: أنت تعرض بي وبأبي بكر بهذه الآية؟ يعني تكني عنا تعريض خلاف التصريح بهذه الآية. أنت تقرأ: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمعتدين. تقرأ هذا الآية علي وعلى صاحبي؟ فقال: أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية؟ هذا تورية من أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يجبه بنعم أو لا. أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقال: كذبت، لعنة الله عليه، بنو أمية أوصل منك للرحم، ولكن أبيت إلا عداوة لبني تيم أبي بكر وبني عدي عمر وبني أمية وهم معروفون. محمد بن العباس بسنده عن الضحاك بن مزاحم. بلي، ولما رأت قريش تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وعظامه، نالوا من علي وقالوا: قد افتتن به محمد صلى الله عليه وآله. فأنزل الله هذه الآيات: نون والقلم وما يسطرون، قسم أقسم الله تعالى به، ما أنت بنعمة ربك مجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وسبيله علي بن أبي طالب عليه السلام. عن أبي أيوب الأنصاري قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي عليه السلام فرفعها وقال: من كنت مولاه؟ فعلي عليه السلام مولاه. قال: أناس إنما افتتن بابن عمه. فنزلت الآية: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وهنالك أعزتنا المشاهدين، آية أريد أن أقرأها لكم. صاحب تأويل آيات الظاهرة شرف الدين النجفي عن محمد بن الجمهور عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عنهم صلوات الله عليهم: ولا تطع كل حلاف مهين، هذا هو الثاني عمر، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك زنيم. العتل الكافر العظيم الكفر، والزنيم ولد الزنا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء، هماز الذي بلي يقع في الناس كثيرا، مشاء يمشي بين الناس، بنميم هو صاحب النميمة، مناع للخير معتد أثيم عتل بلي الفاحش اللئيم الكافر عظيم الكفر والزنيم قلنا لكم، وهو كله صفة لمن؟ لصاحب الفرقة العمرية.